أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. برحب فيكم بالمحاضرة الثانية من محاضرات مادة مهارات الحاسوب كمبيوتر سكيلز CL107 لطلاب الصف السابع عشر من برنامج الجلسة في الحقوق البي ال للفصل ربيع 2020. موضوع الجلسة اليوم هي التجهيزات الحاسوبية، تاريخ الجلسة 5 آذار 2021. بداية برحب بالطلاب الحضور ديار وعبد المالك وشان وماهر ونعمة وبشار وخالد. طبعا مثل ما تعرفوا المحاضرة السابقة الأولانية كان موضوعها حول أنظمة الجامعة ومواضيع حول المادة. طبعا أي طالب جديد بالجامعة ضروري يكون يعرف المواضيع هاي لحتى يقدر يتقن حتى ينجح بحياته الجامعية وما تصادفه أي عقبة من هذه العقبات. أيضا حكينا بموضوع الوظيفة، طبعا بعد طبعا إن شاء الله بعد 20 شهر مثلا الوظيفة مدة الشغل فيها. طبعا قلنا لكم طبعا يا ريت الطلاب موضوع المجموعة طبعا لسه ما ظبطوا واحد احطكم ضمن مجموعة. طيب هي شغله. هلا طبعا رح نبلش الموضوع، طبعا موضوعات بداية المحتوى العلمي تبع المادة تبعنا. طبعا مثل ما حكينا طبعا انه قلنا نحن مادة مهارات الحاسوب بتتألف اول فقرة تكنولوجيا المعلومات افكار نظرية اي تي، وبتتكون من المواضيع التالية: الحاسوب انواع واجزاء اليوم رح ناخذها، الدرس الجاي البرمجيات والشبكات رح ناخذها بالمحاضرة الاضافية اللي هي رح تكون نهار الاحد، بعثت لكم طبعا ايميل بهذا الخصوص. رح نساوي 3 محاضرات اضافية الاحد الجاي والاحد اللي بعده واللي بعده. طبعا اللي ما بيقدر يحضر نهار الاحد الساعة 10 المساء المحاضرات الاضافية بيقدر يحضر يا الاثنين يا الثلاثة يا الأربعة مع طلاب بالصفوف ال 18 او 19 او 20. طبعا تكنولوجيا المعلومات في عندي الحاسب بانواعه واجزائه، الهارد ديسك الهارد وير اللي بدنا نحكيه اليوم، الدرس الجاي البرمجيات والشبكات، والدرس الاخير بتكنولوجيا المعلومات هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، استخدام النت وتاثير على الصحه العامه وامن المعلومات والمسائل القانونيه. طبعا حكينا غير التكنولوجيا المعلومات في عندي الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل الويندوز 10، عندي عليه شي 3 محاضرات، وكمان تقنيات برنامج الوورد عليه 5 جلسات، وبرنامج الباوربوينت عليه جلستين. طيب طبعا رح نتابع. طيب هلا اول شيء تعريف الحاسب. شو هو تعريف الحاسب؟ الحاسب هو عبارة عن جهاز إلكتروني يقوم بإدخال البيانات عبر وحدات الإدخال إلى المعالجة، إلى قسم المعالجة، يتم معالجتها بحيث إنه بتصير معلومات مفيدة، بتصير عبارة عن معلومات يمكن تخزينها على الوسائط الدائمة ويمكن إخراجها عبر وحدات الخرج. طبعا هالبيانات طبعا بدنا نحاول نميز يا جماعه بدروسنا. سلامات يا مريم، ايضا برحب فيكي. بدنا نميز دوما بين شيء اسمه الداتا، البيانات هي المواد الخام اللي بتنزل على الحاسب، مثل شو فرضا، مثل ورقه مكتوب فيها رساله معينه، صوره ورقيه فرضا، او قد تكون معلومات رقميه ممكن نعالجها ضمن برامج الاكسل، برامج ماليه الى اخره.
فممكن تكون كمان ملف صوتي، يصير ملف، ممكن تكون فيلم فيديو بدنا نعالجه إلى آخره. فهي هي عبارة عن البيانات يتم إدخالها إلى قسم المعالجة، يتم معالجتها بحيث أنه ممكن نستفيد منها بالمستقبل. طبعا باعتبار الحاسب هو جهاز الكتروني، معناته له علاقه بشيء، له علاقه بشيء اسمه الدارات الكهربائيه. فمثل ما بنعرف نحن الداره الكهربائيه هي فيها احد حالتين، يا اما امكانيه مرور التيار او عدم مرور التيار. فبيتعامل الحاسب بشكل النظام الثنائي، يا صفر يا واحد. فالمعلومات كلها اللي بتدخل على الحاسب بتدخل بشيء اسمه، بتتحول الى شيء رقمي بحيث انه صفر واحد، بتتخزن ضمن وحده، ضمن خانات بنسميها البيت. طيب اجزاء الحاسب، وبالتالي معناته الحاسب هو عباره ينقسم الى اربع اقسام. القسم الاول قسم ادخال البيانات الانبوت يونت، والقسم الثاني قسم المعالجة البروسيسنج يونيت، والقسم الثالث وحدات الخرج وحدات الاوتبوت يونيت، ووحدات التخزين الدائمي الستوريج. طيب هلا بدنا نحكي يا ترى شو هي انواع الحواسب اللي هلا موجودة بالعالم. طبعا مثل ما احنا شايفين هون اهم النوع الاساسي اللي بنسميه ديسكتوب او البي سي او الحاسب الشخصي، اللي هو بيتكون بشكل رئيسي من شاشة العرض ولوحة المفاتيح والفأرة والسبيكرات، وفي عندي هذا الكيس اللي بنسميه وحدة النظام سيستم يونت. داخله طبعا رح نشوف عبارة عن بوردات، ورح نحكي بعد شوي مما يتكون. طبعا هذا البي سي طبعا بيكون متلائم مع البي سي تبع شركة الاي بي ام. فعندي طبعا حواسب بالعالم. سلامات يا نوار، مساء الخير ايضا. فالبي سي قد تكون من شركات متلائمة مع او سوني او اي او ش او اي تعتمد على نظام تشغيل الحاسب، نظام النوافذ المايكروسوفت. طبعا في عندي شركات اخرى نظام تشغيل اخر غير الويندوز، ماكنتوش، ابل، اللي توجه الهواتف الذكيه. طبعا هذا البي سي، طبعا بنلاحظ انه وحدات الدخل والخرج عن بعضها بتكون متصلة ضمن هذا الجهاز، ضمن هالكيس أو وحدة النظام البوابات. طبعا هذا بنسميه معالجته معالجات برامج. أيضا النوع الثاني كمان، الصوت عم بيقطع، الصوت واضح يا جماعة؟ طيب هلا هو احيانا يا عبد الملك، احيانا انه الصوت قد يكون عم بيقطع، بيكون في ضغط على المحاضرات، بس كل شيء مفهوم هلا، كل شيء حكيته مفهوم، مفهوم لهلا. طيب النوع الثاني من الحواسب اللي هي اللابتوب اللي شايفينه هاد، بيتميز اول شيء انه الوزن تبعه خفيف، قد يكون وزنه من كيلو الى 2 او 3 كيلو. بيتميز انه وحدات الدخل والخرج موصولين مع بعض، وبيكون وحده النظام موجوده ضمن الكيبورد هذا. طبعا بيتميز انه في معه بطاريه بحيث انه ممكن الكهرباء. طبعا قدرته طبعا ممكن يجيكم سؤال بالفحص على سبيل المثال، انه في عندي انا على سبيل المثال رجل، هل بامكانه يا ترى يحمل ولا بياخذ معه اللابتوب؟ شو بتجاوب؟ الجواب
تستخدم اللابتوب، واضح؟ يعني الأسئلة راح تكون سهلة سهلة ما فيها شيء. طيب النوع الثالث من أنواع الحواسب هي بسموها التابلت، هي اللي هي عبارة إنه ضمن التابلت في عندي خط هاتف، وفي عندي بإمكاني إنه أنا من خلاله أسمع ملفات صوتية، ملفات مقاطع صور، شوف ناسي، اتصل هاتف تابلت. ولكن التابلت طبعا الشاشه تبعه هي عباره تبعه، طبعا ما في معه كيبورد ادخال، وانما الشاشه هي شاشه تعد وحده ادخال واخراج معا. طبعا قدرته على معالجه اقل اضعف من بي سي، و يعني ما فرضا ما ممكن يدل عليه برامج قواعد الى اخره، واضح؟ طيب نجي هلا للنوع الثالث. هلا بننتبه ببداية العصر القرن ال21، طبعا تطورت وسائل الاتصالات، فبتلاحظوا ظهر عندنا الموبايلات، الأجهزة الخلوية، وصار بإمكاني أتصل عن طريق التليفونات، أوصلها بمواقع الإنترنت، فصار في عندي دمج بين مفهوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فصار اسمه هذا العلم بدال اي تي صار اسمه اي سي تي، اي تي اي تي اختصار لانفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات، فصار اسمه اي سي تي، يعني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السي رمز للكوميونيكيشن الوصل. فمنلاحظ كمان الموبايلات هلا هي تعد نوع من انواع الحواسب، ليش؟ لانه فيها معالج ضمن هذا الهاتف الخلوي. فعندي من انواع الموبايلات، في عندي الموبايل العادي اللي مثل النوكيا العادي، بيكون في خط هاتف، طبعا خط الهاتف تنتقل المكالمات الخلويه عبر ابراج موجوده، الابراج اللي بتنقل هذه الخطوط. ايضا بامكاني انه شيك فيه، يعني ابعت رسائل من خلال هذا الموبايل، ممكن في معه كاميرا تصور مقاطع فيديو وصور، وممكن اسمع مقاطع صوتيه وشوف افلام. ايضا في عندي النوع الثاني الهواتف الذكيه، هي سمارت فون ملاحظه، اللي هي عبارة بتعتمد على شاشة اللمس أيضا، وفي عليها فيها تطبيقات واسعة، فيها هون أيضا هاتف خلوي، وفيها تطبيقات واسعة، وبتعتمد على نظام الهواتف الذكية. تمام تمام يا نوار، طبعا بتكون خفيفة الوزن، وكثير هلا كثير الناس كلهم عم يستخدموا الهواتف الذكية. طيب النوع الثالث ايضا اللي هي عبارة عن شيء بسموها حواسب اليد، هي كمان ممكن انه شيك فيها معلوماتي والمفكرة، مدون فيها المعلومات تبعي، ممكن ايضا في صار هلا من جديد في عندي الساعة الذكية أيضا، يعني هون موضوع الذكاء الصنعي كمان صار نزل على الخط، فعندي تجهيزات حديثة أيضا، اللي هي بقدر باعتبارها نوع من أنواع الحواسب. طبعا في عندي شيء اسمه المساعد الرقمي يرمز له بي دي اي، هذا ممكن طبعا بعض الناس انه عندهم المهندسين اللي عم يسجلوا بعض البيانات، ممكن يسجلوها على هذا المساعد الرقمي، وتعتمد الشاشه تبعه على العمل من خلال القلم الضوئي اللي شايفينه معه. ايضا في عندي شيء اسمه الكاميرا الرقميه، ديجيتال كاميرا،
هي كمان فيها معالج بامكاني فرضا انا والله عائله ذاكره كمان تخزن هذه المعلومات قاطع فيديو عن داخلها. طبعا هذه الكاميرا ممكن انا اوصلها مع الحاسب سواء كان سلكيا او لا، معلومات هي على الحاسب يتم عبر برامج معالجة والأفلام، واضح؟ فعندي أيضا في عندي مشغل الوسائط قاطع أو ملف جاني إلى قاسي. ايضا اخر شيء من انواع الحواسب، في عندي الهاتف الذكي ذو الشاشه الكبيره شاشته بتكون اكبر من شاشه الهواتف الذكيه، وبتكون شاشته اقل، شاشه اقل من شاشه الكاتب. كمان هذا بيكون ممكن الانترنت، مواقع الانترنت، وايضا في برامج وتطبيقات، واضح؟ هي انواع الحواسب والمؤثرات المشابهه للحاسب. طيب نتابع الان، بعد ما حكينا انواع الحواسب رح نحكي هلا بالتفصيل عن اقسام الحاسب. طبعا قلنا انه في عندي وحده الدخل، وحده الخرج، وحده المعالجه، ووحده التخزين الدائم. رح نبلش اول شيء بوحده المعالجه. فالعتاد الصلب او التجهيزات الحاسوبيه طبعا بالنسبه لقسم المعالجه، فاذا اجينا نحن على هالبي سي هذا وجينا اخذنا هذا الكيس او الصندوق مثل ما كنتم شايفين وفكيناه وشفنا شو في جواته، بنلاحظ في عباره عن شيء بالاساس هالمذر بورد، هي بنسميها اللوحه الام. اللوحه الام بيكون بنشك عليها او بنحط عليها بطاقه الشاشه، بطاقه الصوت، بطاقة الشبكة الحاسب، أيضا بيكون موجود عليها المعالج، موجود عليها الذواكر. فهي المذر بوردية بتحتضن كل هذه الأشياء. طبعا بنسميها هي وحدة النظام السيستم يونت. فمثل ما حكينا السيستم يونت، في عندي اللوحة الأم، طبعا قد تكون مدمجة، قد تكون بطاقة الشاشة مدمجة أو غير مدمجة إلى آخره، والذواكر كمان نفس الشيء. طبعا المذر بورد، طبعا في عندي قسم وحدة المعالجة المركزية بنرمز لها بالرمز سي بي يو، اختصار لشو؟ سنترال، سنترال معناتها مركزي، بروسيسنج معالجة، يو اختصار لليونت، وحدة المعالجة المركزية. مما تتكون وحدة المعالجة المركزية؟ تتكون من ثلاث وحدات أساسية. الوحدة الأولى نرمز لها بي سي يو أو نسميها كنترول يونت، وحدات التحكم. شو هي وحدات التحكم؟ وحدة التحكم وظيفتها إنه تتحكم بسير بيانات من مكان إلى مكان آخر. ففرضا بتعرفوا انتم البيانات اول شيء بتدخل من احد وحدات الدخل الى المعالج، ممكن عفوا بعدين ممكن البيانات هي بعد ما تتعالج بصير اسمها معلومات، ممكن تتوجه باتجاه احد وحدات الخرج او الى احد وحدات التخزين الدائم. ايضا ممكن انه بالعكس بعض المعلومات المخزنه على وحدات التخزين الدائمه ممكن انا بدي اياها تتعالج لانه بدي ارجع اظهرها، فممكن فوحده التحكم تتعامل بهذا الشيء. فعندي اول نوع من وحدات المعالجه المركزيه، وحده التحكم.
القسم الثاني هو وحدة الحساب والمنطق اللي هو نسميها ALU. ALU اختصار لكلمة أريتماتيك يعني حسابي، الـ L لوجيكال منطقي واليونت اليونت. فمثل ما احنا شايفين هون هي الـ ALU هاي، فبتكون مهمتها إجراء العمليات الحسابية على البيانات والمعلومات. طبعا مثل ما قلنا لكم انه البيانات كلها طالما الحاسب هو بيشتغل بمفهوم الداله الكهربائيه فكلها بتتحول الى بيتات صفر واحد، يعني بتتحول الى ارقام صفر واحد. لما بتدخل على وحده الحساب والمنطق يتم عليها عمليه الحساب. سلامات يا ساره. شو هي العمليات الحسابيه الاساسيه؟ عمليه الجمع، عمليه الطرح، عمليه الضرب، وعمليه القسمه. ايضا ممكن يصير عليها العمليات المنطقيه. شو هي العمليات المنطقيه اللي تعلمناها؟ هي العمليه انه اذا عندي مقدارين، فعملية المقارنة بين هالمقدارين، انه يا ترى هالمقدار الاول هل يساوي المقدار الثاني، عملية المساواة، او عملية اكبر يساوي او اصغر او يساوي. هاي بنسميها المنطقية والمنطق. طيب شو هي الوحدة الثالثة، القسم الثالث من وحدة المعادلة؟ هي المسجلات، نسميها الريجستر. هي نوع من انواع الذواكر التي مثل ما احنا شايفين هون الريجسترات، لما البيانات بتحتفظ فيها لما بتدخل لقسم الـ ALU. وفي عندي كمان ريجسترات بتخرج من الـ ALU. فالمسجلات هي نوع من انواع الذواكر. في عندي نوعين من المسجلات، مسجلات بتخزن البيانات او المعلومات على 32 خانة، او طبعا 32 بت، او مسجلات اخرى على 64 خانة او 64 بت. واضح؟ هلا من ضمن السي بي يو بيجي عندي بعدين طبعا المعالج، هو العقل المفكر للحاسب. هو شو هو العقل المفكر للحاسب؟ واضح يا شو يا عبد الملك؟ شو سؤالك؟ كيف بنعرفهم؟ العقل. تمام. شو سؤالك؟ على الريجسترات يعني ولا على وحدة الحساب والمنطق؟ طيب مسجلات طبعا هي نوع من انواع الذواكر، هي بتكون موصوله بالALU. هي بتمرق الداتا في قسم مسجلات بتدخل الداتا للALU، وفي عندي مسجلات اخرى بتطلع الداتا او المعلومات من الALU بعد ما تقوم بعمليات الحسابيه وعمليات المنطق. واضح؟ طبعا في الى نوعين، 32 بت او 64 بت. هلا نيجي لموضوع المعالج اللي هو العقل المدبر والاساسي بالحاسب، يتميز بشيء اسمه سرعه المعالج. شو هي سرعه؟ تقدر سرعه المعالج بالهيرتز. وحده قياس سرعه المعالج هي الهيرتز. يعني شو هي؟ شو هو تعريف الهيرتز؟ يعني هلا انا لو عندي اي جهاز سواء كان ميكانيكي الكتروني او كذا يقوم بعمليات فرضا بتعليمات بالثانية. فرضا عندي جهاز يقوم فرضا بعشر تعليمات بالثانية، معناتها بقول هذا سرعته 10 هرتز. فرضا عندي جهاز آخر ينتج خلال الثانية واحدة فرضا تعليمات فرضا 5 مليون تعليمة، فمعناتها هذا سرعته مليون هرتز وهكذا. طيب من مضاعفات الهيرتز في عندي طبعا مثل ما احنا بالقياس المسافات على سبيل المثال، الوحدة الأساسية بالقياس المتر. في عندي مضاعفات فرضا دكا متر، هكتا متر، كيلو متر إلى آخره. طبعا نحن بنعرف إنه الكيلو متر يعادل 1000 متر. طب هلا إذا جيت قلت لكم
من مضاعفات الهيرس في عندي الكيلو هيرس، في عندي بعض منها الميجا هيرس، وفي عندي بعض منها الجيجا هيرس. طبعا بالمستقبل راح يصير في عندي شيء اسمه تيرا هيرس. طب هلا اذا لو اجيت سالتكم يا جماعه، يا جماعه الكيلو هيرس قديش يعادل من الهيرس؟ شو برايكم؟ اذا عندي 1 كيلو هيرس قديش يعادل كم هيرس يساوي؟ طبعا اكيد اول سؤال، اول جواب بينطرح هو 1000. ليش نوار قلت 1000؟ لانه اكيد بتبادر لذهنك انه طالما بالقياس المسافات قلت لي انت انه الكيلو متر يعادل 1000 متر، فقلت لي 1000 مباشرة. هلا عبد الملك قال لي لا مو 1000، قديش يساوي؟ يساوي 1024. فهلا جواب، وماهر قال لي 1024، تمام. فالجواب الصحيح يا جماعة هو 1024. ليش؟ ليش 1024؟ هلا نحن بننتبه لشغله، نحن بحياتنا العمليه من وقت ما علمونا لما كنا صغار انه في عندي خانه، بالنسبه للارقام في عندي خانه الاحاد، العشرات، المئات، كل خانه من الخانات في عندي ارقام. شو هي الارقام اللي بتنوجد بكل خانه؟ هي 0 1 2 3 4 5 هيك للتسعه. معناتها انا عندي 10 ارقام، 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. فنحن بحياتنا العمليه بنتعامل بشو؟ بالنظام العشري. اما الحاسب هو جهاز الكتروني بيتعامل بالنظام الثنائي، لانه عنده ما بيفهم يا صفر يا واحد، يا في تيار يا ما في تيار. فعندي الخانه تبع الحاسب هي يا صفر يا واحد، فبيتعامل بالنظام الثنائي. الكيلو عنده هو 2 قوة 10، يعني 2 مضروبة بنفسها، 2 ضرب 2 ضرب 2 هيك 10 مرات. إذا حسبت 2 ضرب 2 10 مرات، مكرر الضرب 10 مرات، يعني 2 قوة 10، بيطلع الجواب 1024. واضح؟ 1024 معناتها يا جماعة الكيلو هرتز يعادل 1024 هرتز. معناتها إذا عندي أنا حاسب معالج تبعه هو كيلو هيرس على سبيل المثال، معناتها هذا شو بيساوي لي؟ بيساوي لي 1024 تعليمه خلال الثانيه الواحده. طيب هلا من مضاعفات الكيلو الميجا هيرس، فالميجا كم كيلو؟ كمان راسا رح تقول لي 1024 كيلو. طيب لو جيت قلت لك طب الميجا هيرس كم هيرس؟ اكيد راسا رح تقول لي 1024 ضرب 1024، يعني رح يطلع مليون تقريبا و840 الف. طيب هلا المعالجات الجديده صار سرعتها توصل للجيجا هيرتز، وبالتالي الجيجا هيرتز طبعا هلا صار في عندي معالجات صار سرعه المعالجه او 3 او 3 جيجا هيرتز. طيب فلو جيت قلت لك 3 جيجا هرتز معناتها هذا كم تعليم بيساوي لي بالثانية؟ انت شو رح تيجي تساوي؟ تاخذ الثلاثة تحولها للميجا تضربها ب 1024، بعدين تضربها ب 1024 بتتحول للكيلو، بعدين تضربها ب 1024 بتتحول شو للهرتز. فبيطلع معي تقريبا فوق تقريبا شي 3 الى 4 مليارات تعليمي بيساويها بالثانية الواحدة. شايفين كيف تطورت المعالجات؟ صارت كثير الحواسيب تشتغل تساوي مليارات التعليمات خلال ثانية واحدة. واضح؟ طيب هلا ضمن قسم المعالجة ايضا في عندي خطوط بنسميها بس، في عندي 3 انواع للخطوط. في عندي بنسميها خطوط نقل البيانات الداتا، وعندي خطوط العناوين لحتى يعرف الحاسب وين موجوده البيانات تبعها، ايضا في عندي باص او خطوط التحكم ليقدر يتحكم بالبيانات. فعندي 3 انواع من الخطوط: خطوط نقل البيانات، خطوط العناوين، وخطوط التحكم. هذا بالنسبه لقسم المعالجه. طيب نتابع. هلا قبل ما نتابع طبعا في عندي شغلات كيف تطور المعالجات، طبعا هي اضافه، هي للاطلاع
مو ضروري تحفظوها بس للاطلاع يا جماعة. فعلى سبيل كان فعالج، كان طرازه اسمه 8080، فكان عدد الترانزستورات فيه 6000، ينقل البيانات على 8 خانات على 8 بيت، وكان سرعة المعالج 2 ميجا. بال96 صار طراز جديد للمعالج 8085، الترانزستورات 6500 ترانزستور، كمان نقل البيانات على 8 بيت، والسرعة زادت صارت 5 ميجا هرتز. بال98 78 عفوا كان طراز 8086، زاد عدد الترانزستورات، صار نقل البيانات على 16 بيت، والسرعة ظلت مثل ما هي. بال79 صار 8088 ايضا مثل ما كنتم شايفين. بعدين بالسنة 82 طلع طراز معالجات جديدة بسموها دي اكس 2 دي اكس 3 دي اكس 4 80286 80386 80486. سنة 89 اذا شفنا هذا ال 80486 كان عدد الترانزستورات 1,200,000 ترانزستور، صار نقل البيانات على 32 بت، وسرعة المعالجة 25 ميجا هرتز. هلا البنتيوم، انت اول ظهور للبنتيوم بنتيوم 1 سنة 93، كان عدد الترانزستورات 3,100,000، صار سرعة البيانات تنبعث على 32 إلى 64 بت، وصار سرعة المعالجة 60 ميجا. 94 بنتيوم 3 ب 99، وبال2000 صار عندي البنتيوم 4. فالبنتيوم 4 صار عندي سرعة المعالجة 1.5 جيجا هرتز. واضح؟ طبعا هدول للاطلاع تطور المعالجة. طبعا هون بنشوف طبعا هي المذر بورد تبع المعالج 8080. في عندي هون المعالجات 85 86 80 88. طبعا ب 82 89 هي الدي اكس 2 والدي اكس 3 والدي اكس 4، طبعا هي من شركه انتل. شركه انتل هي مشهوره بصناعه المعالجات الحواسب. طبعا هي صور عن هذه المعالجات. طبعا بال 1990 ل 2005 في طرازات البنتيوم. هاي الصور عن معالجات البنتيوم. طبعا عندي في البنتيوم في انواع، في عندي السيلارون، طبعا بيختلف عن البنتيوم الانتل العادي بالكاش ميموري اللي رح نحكي فيها عن انواع الذواكر بعد شوي. طبعا في عندي كمان غير شركة الانتل في كان معالجات الاي ام دي ايضا بلشت يعني تنافس شركة الانتل. طبعا هي الصور عن بعض المعالجات بهذا الوقت. بال 2005 لل 2010 ظهر عندي طرازين من المعالجات كور 2 دو وكور 2 كواد. طبعا صار بلشت هون بقى سرعة المعالجات توصل 2.4 جيجا هرتز. طبعا بال 2010 وحتى الآن طلع طرازات جديدة للمعالجات كور اي 3، كور اي 5، وكور اي 7، وكلهم من انتاج شركه انتل. طبعا كل معالج صار له عدد من الاجيال، يعني فرضا كور اي 7 في له جيل الثالث، الجيل الخامس، الجيل السابع، وهكذا. طبعا من جديد طبعا صار عندي هلا نزل طراز معالج كور اي 9. واضح؟ هي بالنسبه لموضوع المعالج. طبعا هذول للاطلاع بس، يعني ما مو ضروري تحفظوه. طيب بعد ما حكينا عن المعالجات، في عندي قسم ثاني بالمعالجات شيء اسمه الذواكر الميموري. طبعا الذواكر هي اللي بتحفظ المعلومات او البيانات، تتميز بسعة. اول شيء مفهوم السعة. طبعا مفهوم السعة بتتخزن طبعا البيانات على خانة بنسميها البيت، الخانة بيت. طبعا مجموعة 8 بيتات بنسميها بايت. فإذا قلت لك البايت كم بيت بتقول لي 8 بيت. البايت يساوي 8 بيت. طب هلا السؤال لكم، البايت كم حالة ممكن نمثل على البايت؟ طبعا بنعرف نحن البايت هو عبارة عن شو؟
اسمعني أنا اسمعني بيت. طبعا هنسمعني بيت البايت ممكن تكون كلها اصفار، ممكن تكون كلها واحدة، ممكن يكون صفر واحد، واحد صفر، كذا الى اخره. فعلى البايت كم حالة ممكن نمثل؟ شو برايكم؟ هذا السؤال سؤال لكم، طبعا سؤال احتمالات. كم حالة برايكم انا على البايت؟ مين بيقول لي؟ شو بيخطر على بالكم؟ طبعا كل خانه فيها احد احتمالين، يا صفر يا واحد، معناتها بالبيت الاول في عندي حالتين، بالبيت الثاني في عندي حالتين، وهكذا، بالبيت الاخير الثامن في عندي حالتين. فعدد الحالات الكليه الممكنه اللي يمثلها 2 ضرب 2 8 مرات، يعني تساوي 2 مرفوعة للقوة 8. إذا حسبتوها 2 قوة 8 قديش بتطلع؟ بتطلع 256. لذلك رقم 216 بيطلع 200، مو 2 ضرب 8، 2 مرفوعة للقوة 8، يعني 2 مضروبة بنفسها 8 مرات. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 هيك 8 مرات، فبتطلع 256 حالة. فلذلك يا جماعة رقم 256 هذا رقم ذهبي بالحاسب. طبعا معناتها الداتا او البيانات بتكون مرمزة بين الصفر ل 255، هي عدد الحالات بيكون 256 شو حالة. طيب طبعا من مضاعفات التخزين على الذواكر، في عندي الكيلو بايت يعادل 1024 بايت، في عندي الميجا بايت يعادل 1024 كيلو بايت، وفي عندي بعدين الجيجا بايت اللي هي 1024 ميجا بايت. طبعا على الاقراص الصلبه صار في عندي اكثر من الجيجا اللي هي تيرا بايت اللي هي 1024 جيجا بايت. واضح؟ طبعا بدنا ننتبه لشغله كثير مهمه قد يكون سؤال بالفحص. عمليه نقل البيانات ضمن الذواكر بتكون اسرع من عمليه نقل البيانات ضمن الاقراص التخزين. هذا قد يكون سؤال بالفحص، بتكون لانه عمليه نقل البيانات بالذواكر من رتبه النانو ثانية. طبعا النانو ثانية شو يساوي؟ كل واحد ثانية، كل واحد سكند يساوي 10 مرفوع للقوة 9 نانو، نانو ثانية. فعملية نقل البيانات بالذواكر بتكون أسرع من عملية نقل البيانات على الهارد ديسك. واضح؟ طيب هلا بدنا نشوف طيب انواع الذواكر. شو عندي؟ عندي ثلاث انواع من الذواكر، ركزوا منيح معي هون لانه قد يكون يجي سؤال على الذواكر بالفحص. عندي اول نوع من الذواكر بنسميه الروم، اللي هو اختصار لريد قراءه اونلي ميموري، ريد اونلي ميموري، يعني هي الروم فقط انا بقدر اقرا منها المعلومات اللي موجوده فيها، ما بقدر امحيها وما بقدر اكتب فيها. ما شو بيكون موجود بالروم؟ بالروم بيكون في موجود برنامج بنسميه اسمه البيوس. شو اسمه؟ البيوس هو اختصار لكلمة Basic Input Output System، النظام الأساسي لوحدات الدخل والخرج. يعني أول ما بيقلع الحاسب تكبر الباور بيجي الحاسب طبعا قبل ما يقرا نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم، بيروح على الروم بيقرا البايوس، البايوس بيقرا بيتعرف فيه من خلاله على الوحدات الدخل والخرج الموصوله بوحدات التخزين الموصولة
وحدات المعالجة، واضح؟ طبعا الروم بيكون حجمها صغير، يعني ما فيها جيجا، مو بالجيجا بايت، بتكون بالميجا. طيب هي بالنسبة للروم، شو ميزتها؟ ميزتها انه لما بتنقطع الكهرباء بتضل محافظة على المعلومات تبعها. هي سؤال بالفحص، ديروا بالكم. طيب هي اول نوع الروم. طيب نيجي للنوع الثاني اللي هو الرامات. الرام هي اختصار لريد اكسس ميموري، هي الذاكرة العشوائية التي بإمكاني أنه أقرأ معلوماتها، أمحي معلومات، أرجع أكتب فيها. طبعا الرام هي صلة الوصل بين الهارد ديسك، الأقراص التخزين، والمعالج. طيب طبعا هلا حجوم التخزين على الرامات صارت بالجيجا، يعني ممكن يكون عندي رامات 16 جيجا، 32 جيجا الى اخره. طيب شو من ميزات الرامات؟ الرامات انه لما تنقطع الكهرباء، طبعا ذاكره الوصول العشوائي، تمام يا جان. ميزاتها انه لما تنقطع الكهرباء بنفقد المعلومات اللي فيها، بعكس الروم. شو هو؟ بعكس الروم. هذا النوع الثاني من الذواكر. طيب هلا النوع الثالث من الذواكر اللي بنسميه الكاش ميموري او الذاكره المخبأة. هلا هي الذاكره المخبأة ما فيها مثل سلوتات مثل هذول. طبعا هاي البايوس، هي الروم، وهي شو؟ هي الرام. الكاش ميموري ما في قطعه مثل هي تتدكك على المذر بورد، لا، هي الكاش ميموري بتكون موجوده ضمن المعالج، ضمن المعالج، الذاكرة المخبأة. تقدر حجمها بالميجا، بالميجا بايت، يعني ما بتتقدر بالجيجا، معناتها الرامات هي تقدر بالجيجا، يعني حجم التخزين على الرام أكبر شيء، واضح؟ هلا الكاش ميموري شو مهمتها هي الذاكرة المخبأة اللي موجودة على المعالج؟ هي لتسريع عملية ولوج البيانات إلى المعالج. فبتلاحظوا من قبل كان في عندي بنتيوم انتل وبنتيوم سيلرون، كان البنتيوم انتل اسرع المعالجه فيه، ليش؟ لانه الكاش ميموري تبعه اكبر، السايز تبع الحجم بيكون اكبر من السايز تبع السيلرون، واضح؟ فالكاش ميموري هي وين بتكون موجوده؟ بالمعالج. ديروا بالكم اذا اجاكم، إذا إجاكم شو هيك سؤال، الكاش ميموري موجودة بعالج. طيب أيضا نيجي لموضوع آخر بالقطع، عندي بورت شاشة، بطاقة الصوت، بطاقة الشبكة، واكر إلى آخره. أيضا وحدات الدخل والخارج، مذر بورد عبر بورت أو نواة، في إلى أنواع. الأول النظام، هذا النوع. فالشاشة إذا بتلاحظوا حاسة المأخذ تبعها بيكون تنقل البيانات، بتنقل البيانات واحد ورا واحد. هذا النوع الأول. طيب النوع الثاني اللي هو باراليل على التوازي، طيب النوع الثاني الباراليل، طبعا بنلاحظه هو هاد. طبعا هلا اغلبيه التجهيزات ما عادت موجوده هاد. الباراليل طبعا كان من قبل، الطابعات القديمه كان المنفذ تبعها باراليل. فهي بتنقل البيانات 8 8 بيتات مع بعضهم، فلذلك النقل على التوازي اسرع من السيريال. شو اسرع من السيريال؟ طيب النوع الثالث واللي هلا صار كثير شائع بالحواسب هو اليو اس بي، اللي هو اشبك ثم اشتغل راسا، يعني الاجهزه على اليو اس بي، راسا الحاسب صار يتعرف على الاجهزه على هذا الجهاز. طبعا بتلاحظوا بتكون بهذا الشكل، سواء كان ملاحظ هلا فرضا الكيبورد، الماوس، اي تجهيزه اخرى، الطابعات او السكانر او اي وحدات دخل
او خارج الاخرى صارت كل المآخذ بهذا الشكل. طبعا على اليو اس بي بتكون سرعه نقل المعلومات اكبر من التوازي والسيريال، واضح؟ طبعا في نوع ثاني اتش دي ان اي، تمام، هذا اسرع طبعا لنقل الصوره على شاشات ال سي دي الكبيره، تمام. تمام، وممكن كمان الهواتف الذكيه موصله على بوابه ال اتش دي ام اي، تمام. في عندي نوع بوابه اخرى شبكه على شبكات النتورك بتكون بهذا الشكل لحتى اوصل فرضا شبكه الحاسب تبعي بحاسب اخر، او تمام ممكن انه اشكل شبكه من الحواسب. فهي عندي كمان مأخذ للشبكة. أيضا في عندي أسرع شيء اللي هو مأخذ بنسميه فاير وير هات، هذا الشكل، هذا ممكن أوصل عليه كاميرا فيديو، خصوصا اللي بيشتغلوا بمجال السينما، الكاميرات السينما، كاميرات الفيديو كذا، ففي حاجة إلى نقل المعلومات بشكل سريع، ففي عندي الفاير وير، هي بتكون أسرع شيء، واضح؟ طيب، بعد ما حكينا على موضوع المعالجة، طبعا قبل ما ننتقل لأي للنوع الآخر، شو هي العوامل المؤثرة على أداء الحاسب؟ ننتبه هون لأنه ممكن يجي منه أسئلة بالفحص. طبعا شو اللي ليش بيكون حاسب اسرع من حاسب اخر؟ اول شيء العامل الاساسي هو المعالج، فكل ما كانت سرعه المعالج اكثر كل ما حسن لي باداء الحاسب، هي اول شيء. كمان بالمعالج كل ما كان عرض السجلات، حكينا نحن السجلات انه في عندي 32 بت او 64 بت، فاذا كان الريجستر المسجلات 64 فساعتها المعالج اداء الحاسب يكون افضل من ال 32 بت. ايضا الذاكره المخبأه، الحجم الذاكره المخبأه للمعالج بتلعب دور، كل ما كان ذاكرتها اكبر، الحجم الذاكره اكبر كل ما كان حسن لي من اداء الحاسب، واضح؟ طبعا هدول الشغلات الثلاثه بالمعالج اللي بتاثر لي بتحسن لي من اداء الحاسب. طيب هلا العامل المؤثر الاخر على اداء الحاسب هو الرامات، الذواكر الرامات، كل ما كان سعتها اكثر كل ما اعطاني اداء للحاسب بشكل افضل، بقدر افتح تطبيقات اكثر بآن واحد، ممكن كمان استخدم بيانات او تطبيقات بحاجه الى حجوم تخزينيه كبيره، فبيكون الرامات بتلعب دور ايضا. طيب ايضا اللي بحسن لي من اداء الحاسب بطاقة الشاشة، طبعا بطاقة الشاشة بيكون عادة مع ذواكر ومعالج. طبعا معالج بطاقة الشاشة مهمته انه يقوم بعملية معالجة الالوان اللي بدها تطلع على الشاشة، وعملية تحريك الاجسام على الشاشة. إذا إجاكم سؤال بالفحص إنه مين المسؤول عن ألوان البطاقة، ألوان الشاشة، هل هو المعالج تبع الحاسب ولا معالج بطاقة الشاشة؟ بتقول معالج بطاقة الشاشة. طيب أيضا خطوط النقل، في عندي طبعا مثل ما حكينا نقل البيانات قد تكون على 32 بت أو 64 بت، طبعا ال 64 بت بتحسن لي من أداء الحاسب. طيب هلا ايضا بالعكس، تمام، يعني طبعا في عندي انواع من بطاقات الشاشه اللي بتعطيني ريزوليوشن اكبر للشاشه، بتحسن لي اداء تحريك الاجسام على الشاشه، تمام يا نوار، خصوصا اذا بدي العاب على النت، بدي العاب بدي جيبها تشتغل على الحاسب، طبعا لازم تكون بطاقه الشاشه مرتبه وزواكر فيها، زواكر مرتبه، تمام. هلا الشيء المعاكس انه اللي ببطئ لي من اداء الحاسب هو عدد التطبيقات المفتوحه بآن واحد، كل ما فتحت تطبيقات اكثر بآن واحد كل ما بيأخر لي او بيعطي عمليه عكسيه، مردود عكسي على اداء، ديروا بالكم هي ممكن تيجي اسئله بالفحص. طيب
هلا في نوع ثاني ايضا، الغاء تجزئه الملفات او على وسائط التخزين اللي بنسميها ديفراجمنت. هي كمان بتحسن لي من اداء الحاسب. ليش؟ لان احنا بنعرف انه وحدات التخزين خصوصا الهارد ديسك لما تتخزن الملفات، المعلومات تتخزن ضمن شيء اسمه ملفات فايل، فما بتتخزن طبعا. القرص الصلب بيكون هو عباره عن اسطوانات مغمضه بهذا الشكل. طبعا في عندي هون مثل سواقه، مثل ابره بنسميها درايف. لما بدي اخزن الملف ما بيتخزن كله ورا بعضه، وانما بيتخزن عباره عن اجزاء، الجزء الاول للملف، الجزء الثاني، الجزء الثالث، وهكذا. وطبعا في عندي جدول تيبل لادرس كل ملف والعناوين لحتى يرجع يجمع لي اياهم. فمثل ما بنعرف نحن، كل ما زاد عدد التخزينات على الهارد ديسك فبتلاحظ الملفات كلها مبعثره. فهذا الشيء بيؤدي لي، ببطئ لي الحاسب مع الايام. ليش؟ لانه صار كثير عندي الملفات وكلها مبعثره على الهارد ديسك. طيب، ففي عندي طبعا تعليم، ممكن اي واحد كل فتره، فرضا كل شهرين ثلاثه او كل 6 شهور، بيعمل عمليه ديفراجمنت. شو هي الديفراجمنت؟ هي بتعمل انه بتيجي على القرص الصلب وبتيجي الملفات، كل ملف انبعثر بيرد بيرجع بجمع لي اياه بشكل كتلة واحدة. فهذا الملف الأول بدل ما كان له 3 4 أقسام صار قسم واحد، الملف الثاني كمان بدل 3 4 أقسام صار قسم اثنين، بحيث إنه هيك بيسرع لي من أداء شو؟ من أداء الحاسب. تمام. هالإبرة القراءة فهي بنسميها شو بنسميها يا جان؟ بنسميها درايف أو السواقة. تمام. فهي بالنسبة لموضوع العوامل المؤثرة على أداء الحاسوب. طيب، هلا في شغلة ثانية مذكورة كمان بالمحتوى العلمي عندكم، عملية السواب. شو هي؟ حدا بيعرف؟ حدا سامع بموضوع عملية السواب أو التبادل؟ شو هي؟ طبعا هي بتقوم بتؤدي إلى تبطيء الحاسب. لا لحظة، شو هي عملية السوابي أو التبادل؟ طبعا مثل ما بنعرف على سبيل المثال، هذا المعالج راح ارمز له ب ام، وهي الوسيط الذواكر الرامات الرام، وهي الهارد ديسك. هلا انا لما عم بطلب، عم بفتح اكثر من ملف، سواء ملف برنامج غنيه كذا الى اخره، وفرضا عم تنتقل من الهارد وتحجز مكان بالرام ويتم معالجتها بالمعالج. طبعا اذا عم تفتح اكثر من تطبيق بآن واحد، فكل هالتطبيقات عم تاخذ، عم تحجز محل بالرامات. طبعا رح يجي وقت كل ما كثرت هالتطبيقات وما عم سكرها، رح تجي تمتلى الرام وتمتلى كلها. طبعا فعلى سبيل المثال ممكن يكون عندي 10 تطبيقات انا فاتحها، بحيث انه تسكرت الرام، ما عاد في قرنه اضافيه. هلا انا لو اجيت التطبيق رقم 11 وبدي افتحه، فبيجي هالتطبيقات بيروح هيك لعند الرام بيشوف ما في فيه قرنه لانه كلها ملانه. فهون شو بيساوي هذا التطبيق؟ بيضطر انه يجي ياخذ التطبيق، اول تطبيق انا فاتحه، بيشيل جزء منه من الرام وبيجي بحطه على الهارد ديسك، فبيحس انه بفضي جزء من الرام لحتى يجي الرقم 11، هذا التطبيق ال 11، لحتى يقعد بالرام، وبالتالي بعدين يتم عملية معالجته بالمعالج. العملية هي نقل من الرام للهارد الجزء من المعلومات، بنسميها عملية التبادل. فهي او سوابينج بالانجليزي، هي تؤدي ايضا الى تبطيء الحاسب للحظات. واضح؟ فهي موضوع السوابينج. نتابع. هلا رح نجي للوحده الثانيه، وحدات التخزين. طبعا مثل ما بنعرف في عندي القسم الاساسي هو القرص الصلب الهارد ديسك، في عندي القرص الصلب اللي هو بيكون موجود ضمن الحاسب، في عندي بيشتغل على بشكل ميكانيكي مثل ما شفنا، هي عبارة عن اسطوانات مغناطيسية، وفي عندي السواقة مثل الإبرة هي.
طبعا انتبهوا، هذا قد يكون سؤال الفحص. عمليه نقل البيانات او عفوا المعلومات بالهارد، بالهارد ديسك او وسائل التخزين، بتكون ابطا من شو؟ من الذواكر، من الذواكر. هذا سؤال الفحص. يعني عمليه نقل المعلومات بالذواكر بتكون اسرع من نقلها باقراص التخزين. واضح؟ طبعا الاقراص التخزين هلا صارت توصل تقريبا للواحد تيرا بايت او 2 تيرا. طبعا في عندي كمان هاردات اكسترنال خارجيه بتنوصل عبر اليو اس بي راي لنقل البيانات من حاسب الى حاسب اخر او الاحتفاظ بها، ممكن نعمل من خلالها باك اب حفظ. ايضا في عندي من وحدات التخزين بطاقات الذواكر، طبعا هي ممكن تكون سبلاي. ايضا في عندي الفلاشات، الفلاشه اليو اس بي الذاكره الرمادية قد حجمها 32. ايضا في عندي السيديات، في عندي طبعا سي دي كارد، تمام يا نوار. في عندي الاقراص الضوئيه السي دي، هي حجمها بيكون 650 ميجا. في عندي الاقراص الدي في دي، الاقراص القرص الرقمي، هذا بيوصل حجمه لل 14. واستخدم هذا البلوري بتسجيل، هذا بيعطيني صوت ايضا. ايضا بالقديم ثمانينات كان في عندي وسائل تخزين، كان عندي طرازين، هذا 5 انش و 3.4 انش، كان حجمه كثير بسيطه. الكبير هذا كان توصل 512 كيلو بس، كيلو بايت. وهدول الفلوبيات كانت توصل لل 1.4 ميجا فقط. فهي بالسابق. طبعا اذا بتلاحظوا هلا، اذا بتفتحوا الحاسب تبعكم، طبعا القرص الصلب ممكن يتجزأ يكون قسم واحد يكون رمزه سي سواقه تبعه، ممكن اسمه قسمين يكون سي دي، ممكن اكثر من هيك ببلش سي دي اي اف الى اخره. وكل سواقه من السواقات تبع الاقراص الضوئيه او الدي في بتجي فرضا اي اف كذا الى اخره. بس السؤال لكم، بتلاحظوا انه ما بيجي عندي ولا قرص او اي وسيلة تخزين رمز السواقة تبعه A و B. ليش؟ السؤال لكم ليش؟ ليش دوما ببلش بال A وال B ما بينزل؟ مين حدا بيعرف ليش؟ طيب السبب انه طبعا مثل ما قلنا بالثمانينات العصر الماضي كان هذول لهم سواقات، كانت السواقه A و B، فلذلك بالحواسب الجديده تركوا تخليد لهذول، انه حفظوا انه ال A وال B ظلوا محفوظين لهذول، وبلشوا انه الهارد ديسك دوما كان يبلش بالسي فخلوه بهذا الشكل. واضح؟ فهمت هذه الفكره؟ طيب طبعا انواع التخزين على الاقراص، في عندي بعض الانواع الاقراص بس بقرا منها مثل السيديات، قد تكون سيديات الاغاني، سيديات هي سيديات الافلام، بس بقرا المعلومات تبعها، ما بقدر ارجع اكتب عليها او امحي. فعندي انواع التخزين يا قراءه فقط، يا يعني نوع ثاني من السيديات انه بكتب دون الحذف، او بعض الديفيديات انه في عندي مكان فارغ بقدر اخزن عليها شغلات جديده، بس القديمه ما بقدر احذفها. والنوع المتداول بشكل اكثر وخاصه على الهارد ديسك وعلى الفلاشات هي انه قابله للحذف واعاده الكتابه، يعني بقدر بقرا معلومات، بقدر احذفها، بقدر ارجع اكتب عليها. هي انواع التخزين على الاقراص. طيب هلا في نوع جديد طبعا نشأ بالعصر الجديد وخاصة بالقرن ال21، هو نسميه التخزين السحابي، اللي هو يتم عبر شركات الانترنت او مواقع الانترنت.
ففي عندي بعض المواقع مثل جوجل درايف، سكاي درايف، وفي اكثر منها بتتيح لبعض الزبائن تعطيهم انه يخزنوا على مواقع، على هذه المواقع البيانات تبعهم والمعلومات تبعهم. فممكن اي شخص يفوت على جوجل درايف تعطيه سماحية انه يخزن معلوماته فرضا 5 جيجا. طبعا اكثر من هيك ساعتها ممكن انه انت لا ساعتها بدك تشترك باشتراك سنوي. فكثير في مؤسسات مشان بتوفر تشتري اقراص تخزين كذا، فممكن تخزن بشكل تخزين سحابي عبر هذه المواقع الانترنت طبعا بهذا الشكل، واضح؟ فهذا هو التخزين السحابي اللي نشأ بالقرن ال21. هلا نيجي لوحدات ادخال البيانات. في عندي الشغله الاساسيه لوحه المفاتيح اللي هو بيتالف من عدد من الازرار لها مهمات، طبعا قد تكون الازرار ارقام او الاحرف بالكتاب بالانجليزي او العربي، في ازرار تحكم من اف 1 لاف 12، في ازرار ثانيه الانتر الشيفت الكابس لوك التاب الكنترول الالت، ممكن تكون زر الاسهم، الاسهم الاربعه اللي بيشتغل في هدول كثير شغلات مستخدمة ببرنامج التنظيم الوورد، بيج اب بيج داون للهوم والان الى اخره. طبعا ممكن نوصل عبر الكيبل يعني. ايضا عندي النوع الثاني الفأرة اللي هي عبارة عن زراب، طبعا ممكن توصل على اللابتوب اللي تعمل بنسميها لوحة اللمس. أيضا في عندي كرة التتبع هي بسموها تراك بال، بتعمل عمل الفأرة طبعا بدال الزر اليساري واليمين. في عندي هالكرة ممكن نحركها تعمل هذا العمل. طبعا شو ميزتها عن الفأرة؟ انه الفأرة هي بدها سطح املس لتشتغل، اما كرة التتبع ما بدها هالشيء هذا، فهذا قد يكون سؤال بالفحص. ايضا طبعا الفأرة استخدامها لفترة طويلة بتحس انه بصير معك امراض برسغ اليد، اما كرة التتبع ما بدها ما بتعمل هالشيء هذا. ايضا في نوع اخر الشاشه الحساسه بعد وحده ادخال واخراج للمعلومات والبيانات. ايضا من وحدات الادخال ايضا اللي ممكن يشتغل ايضا في عندي الكاميرا الرقميه تعد وحده ادخال للمعلومات ممكن الصور اللي بتخزنها على الكاميرا او الافلام ممكن انقلها على الحاسب من اجل طباعتها، طبعا ممكن توصل بشكل سلكي او لاسلكي. ايضا في عندي كاميرات الويب اللي موجوده على اللابتوب هاي اللي ممكن انتقل صور وافلام مباشره ابعثها على مواقع الويب. ايضا في عندي وحده الادخال الماسح الضوئي، هذا اذا عندي وثائق على ورق او صور ورقيه بدي انقلها لساويه ملفات رقميه. ايضا في عندي المصوات او الميكروفون، طبعا مثل هذا بينقل الاهتزازات وبيساويها مثل ملف صوتي مثل ما تكون شايفين هلا عم نعطي المحاضرة من عبر الميكروفون ضمن برامج. طبعا في عندي شغلات أخرى مثل الباركود إلى آخره. في عندي كثير شغلات من وحدات الإدخال البيانات. طيب نجي هلا لوحدات الإخراج. في عندي وحدة إخراج الأولى هي شاشات العرض. طبعا قبل سنة الألفين كان في عندي شاشات التلفزيون اللي لها مدفع إلكتروني، كانت بطاقة الشاشة بسموها سي آر تي. طبعا هلا في عندي الشاشات الليل والال سي دي. طبعا في بطاقة الشاشة مثل ما حكينا فيها معالج، في عندي بطاقات سوبر في جي اي وفي جي اي،
وبطاقات اخرى طبعا فيها زواكر، تعتمد على مفهوم اللي هو البيكسل. شو هو البيكسل؟ هو اقل قدرة، هو مثل خانة مثل البيت بيحتفظ بلون معين. فطبعا حسب معالج السوق معالج ترى، فممكن فيات فرض على سبيل المثال بالضرب 2400، وهكذا كل ما زاد زواكر معالجة الشاشة فبتعطيني ريزوليوشن او بيكسلات اكثر. طبعا كل ما زاد عدد البكسلات كل ما زادت دقة الصورة وزادت حجم تخزين هذه الصور. طبعا مفهوم الصور والالوان تعتمد على مقياس طبعا رح نشوفه ببرنامج الوورد اسمه الار جي بي، ريد جرين بلو. طبعا في عندي هون تدريجات للريد الاحمر من 0 ل 255، والجرين نفسه من 0 ل 255، والبلو من 0 ل 255، يعني 256 ضرب 256 ضرب 256 بيطلع عندي تدريجات الالوان. عمليه المزج بين هالثلاث مقاييس بيعطيني 16 مليون لون، يعني بيعطيني تقريبا 24 ديوان الحقيقية. هلا بالنسبة لمكبرات طبعا بالنسبة للصوت الملفات الصوتية، وحدة الإخراج ممكن نشوفها نسمعها على مكبرات الصوت، على السماعات الصوت أيضا. ايضا في عندي وحدات اخراج ايضا للفلوتر، الرباط بيانية، تبعات الدعاية الطرقية. هلا كمان من تعد الطابعة، هلا كمان وحدة اخراج تتميز الطابعة اول شيء في كم نقطة تساوي وحدة قياس سنتي. ففي طابعات ممكن تطبع لك 300 دي بي اي او 600 دي بي اي او اكثر، حسب طبعا بكل طابعة طبعا في معالج وفي ذاكرة ايضا. في عندي القدرة اليومية، طبعا في عندي أنواع الطابعات، كان في عندي طابعة من قديم بسموها الطابعة المطرقية اللي بتدق على الريبون بتطبع بس باللون الأسود. طبعا هي في عد اللي هي عد لون. فعندي انا هون القياس هو هذول التدريجات تعطيني الالوان الحقيقيه على الورق المطبوع، مثل ما حكينا نحن بالشاشه كان هنيك القياس واي ان. عمليه مزج الالوان تعطيني التدريجات اللونية. ريم سلامات يا ريم، يا من برحب فيك. لا بس خلينا تمام. وين صرنا هلا؟ طيب هاي بالنسبة للطابعة نافشة الحبر. طبعا في عندي الطابعة المكتبية اللي بتطبع لي الكتب الإدارية، تعطيني تدريجات ألوان ليزرية. طبعا فعندي الطابعة الليزرية، طبعا في عندي نوع طابعة ليزرية ملونة طبعا، فهي بتكون بس طبعا غالية جدا. طيب هي أنواع الطباعة طبعا. فبالنسبة للقدرة اللونية حكينا عنها. هي هلا تتميز الطباعة بشيء اسمه بي بي ام، بيج بيرمنت، قديش عدد الصفحات اللي ممكن تطبعها بالدقيقة. ففي فرضا حسب الزواكر وقوة المعالج تبع الطابعة، ففرضا
20 صورة ورقة بالدقيقة تطبع إلى آخره. طيب في عندي كمان تتميز بعض الطابعات الطباعة على الوجهين اللي بنسميها دوبليكس. طيب هلا في عندي وحدات ادخال واخراج معا، طبعا تقول طبعا حكينا انه شاشه اللمس اللي موجوده بالهواتف الذكيه او التابلت هي نوع من وحدات الدخل والخرج، اذا اجاكم سؤال بالفحص. ايضا في نوع ثاني هو المودم او الراوتر، شو تعريفه؟ هو جهاز نقل اشاره الهاتف الى الحاسب. طبعا مثل ما بتعرفوا انه احد وصل الحاسب تبعي بشبكه الانترنت عبر الهاتف، ففي عندي وسيط ليرمز لي ليفك لي ترميز اشاره الهاتف اللي هي بنسميها انالوج، اللي بتكون بهذا بفك لي اياها وبيحولها لاشاره اللي بيفهمها الحاسب اللي هي الديجيتال. وبالعكس هو كمان الجهاز بالعكس بيحول لي اشاره الديجيتال تبع الحاسب لاشاره الانالوج التماثليه اللي بيفهمها الخط الهاتف. فهذا المودم او الراوتر يعد وحده ادخال واخراج، يتميز بسرعته. شو السرعه؟ بنرمز لها في بي تي اس، عدد البيتات التي تنتقل عبره بالثانيه، او بنسميها بيت بير سكند او اختصار بود ريت. فالبود ريت هو عدد البيتات التي تنتقل بالثانيه. ففرضا بوابات الانترنت في عندي فرضا 512 كيلو، 1 ميجا، 2 ميجا بيت بالثانيه. واضح؟ هذا اليوم درسنا عن التجهيزات الحاسوبيه. في اي سؤال يا جماعه؟ حدا بيحب يسال اي سؤال عن الدرس تبعنا؟ طبعا بحب ذكركم انه في عندنا محاضرة اضافية هذا الاسبوع نهار الثلاثاء الساعة 10، والثلاثاء اللي بعده واللي بعده، طبعا بالاضافة لدرسنا العادي تبع نهار الجمعة. طبعا اللي ما بيقدر يحضر المحاضرة الاضافية الساعة 10 بالليل نهار الثلاثاء ممكن يحضرها نفسها نهار تمام انت جار. تمام، انتم طبعا طلاب صف ال 17 نهار الاحد ما بتفرق. طبعا ان شاء الله يكون كله مفهوم بالنسبه لكم. انتم صف، عفوا انتم صف ال 17، تمام عفوا خربطت، عفوا صف ال 17 نهار الاحد. اللي ما بيقدر الاحد ممكن يحضر نهار الاثنين مع طلاب 18، او الثلاثاء مع طلاب الصف ال 19، او طلاب ال 4 صف ال 20، ما بتفرق. تمام، في أي سؤال يا جماعة؟ حدا عنده أي سؤال عن الدرس؟ حدا إن شاء الله يكون كله مفهوم. تمام نواف، نحن نهار الجمعة الدرس، هي الجمعة الدرس العادي، بس عم بقول في دروس إضافية بعثت لكم على إيميلكم إنه بنساوي محاضرات إضافية خلال هذا الأسبوع يا نوار. ما وصلك؟ ما وصلك هيك شيء؟ طيب طيب بنهاية طيب معناتها يا ريت يكون، يعني معناتها افتح الايميل تبعك، لا اجباري يكون وصلك هذا الايميل. طبعا برجع بذكركم يا شباب، هني ما شارك لسه رفقاته، ما ضبط مجموعه مشان الوظيفه. تحاولوا تتواصلوا بينات بعضكم، واللي ما بعث لي يحاول يبعث لي فرضا يذكر لي ايديات الطلاب اللي معهم. طبعا حاولوا تفتحوا ايميلاتكم تشوفوا هي اجباري بدكم. حكينا نحن بالدرس الماضي بانظمه الجامعه انه الطالب لحتى ينجح بدراسته كمان غير الدراسه لازم يتابع وسيله الاتصال بين الكادر التدريسي والكادر الاداري بالجامعه مع الطالب. لازم دوما تشيك كل يوم والتاني، تشيك الايميل تبعك تشوف شو عم يوصلك رسائل. رسائل، فبدنا ندير بالنا يا جماعة. طيب طبعا بنهاية المحاضرة بتشكر حضوركم يا جماعة، وإن شاء الله إلى اللقاء يوم الأحد بالمحاضرة الإضافية. بتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يكون كل شيء مفهوم اليوم بالدرس وواضح. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يضركم يا جماعة. عفوا.